اوكي، هنا عندنا الانتيجين بريزنتنج سيل. يابا هذا تعريف تيجي تاخذه من تاخذه من هنا. عندك شنو يقول لك؟ هو جروب اوف اميون سيل ميديتد. ميديتد يعني سيجنال سوت في الإشارة، الخلية أخذت الأنتيجين، أخذت مثلا كمشت في البكتيريا قاعدة تصيح يا معودي أني كامش بكتيريا، أني كامشة بكتيريا، تعالوا ساعدوني يا مناعة. إن المناعة تجي تقول أوكي منو نجيب؟ هي تقول جيبوا لي تي سيل. فمنو يجي؟ ريكوجنايز ذا أنتيجين فور ريكوجنيشن باي تي سيل. فالتي سيل تجي. هاي بحالة انه احنا مثلا طبلنا جسم غريب، انتيجين غريب. زين، اذا طبلنا يعني كلاسيك يعني نعرفه، نجيب لها مايكروفيج، نجيب لها دينرتيك، نجيب لها بي سيل، هذا اذا كلاسيك او نعرفه. زين بالحالة احنا ما نعرفها، مثلا فورجن سبستانس، فورجن انتيجين يعني ما نعرفها، بقى احنا عندنا بجسمنا فشي اسمه ام اتش سي. هذا هيستوري، هذا يعني مثلا شاف انت مثلا عندك سجل مال جوجل، الطب على الهيستوري يقول لك يابا انت ايش طبيت وما طبيت. زين، يقول لك هنا انت هذا الكان طبلك اول مره، هذا الكان غريب طبلنا اول مره. فاحنا من نصيح؟ ما نصيح البي سي ال او هذول الخلايا العاديه، لا نروح نصيح التي سيل. فتيجي هنا التي سيل ريكوجنايزنج ذات كومبلكس يوزد فور تي سيل ريسبتور. زين، هنا احنا شو نصيح؟ نصيح التي سيل، التي سيل تيجي تاخذه الانتيجين وتروح. تمام، ينزل جوا عندك الدينرتيك اللي هي الاي بي سي مالتها افشنسي مور ذان مايكروفيج، يعني هي افضل من مايكروفيج بتعرفها على الامراض. زين، وين موجوده؟ باللنف اورجن اللي هي الثايموس واللنف نود والسبلين. يابا وين نقدر نلقاها؟ نلقاها بمجرى الدم. اوكي، نزل جوا عندك الايوسينوفيل فايت باراسايت وهيلمت. اوكي، هاي الاشياء احنا نعرفها. عندك شو تسوي؟ شو وقت نشوفها؟ بالبري انفلاميشن، يعني شو وقت يتم افرازها؟ بالبري انفلاميشن وبالتشو سب العفو توكسيك سب ستانس. اوكي، وين نشوفها؟ بالهايبر سنسيتيف، بالحساسيه المفرطه. زين، هنا هاي خريط الحاد منطبع على الكونتين. يابا شنو متكونه؟ الايوسينوفيل. الايوسينوفيل متكون من هاي المكونات، اني انصحك انه اخذ منها ثلاثة السيتوكاينز، الهيستامينيز، البيروكسايدز، هاي مهمة، ام بي بي، هذين هي مهمات. نزل جوا عندك البيزوفيل. البيزوفيل ذا هوست ديفنس against parasite and allergic response. Okay, release the inflammatory mediator. عندك هي contention هيبارين، هستامين، سيروتونين، انترلوكين، متكون من هذول الأربعة. عندك الموست، الموست inflammation وان healing و hypersensitive. تمام، يعني بحالة الجروح، بحالة الالتهابات نشوفها، بالحالة الحساسية هم نشوفها. زين، شو مكوناته؟ هاي مكوناته، أخذ أربعة، هي خمسة، أخذ منها ثلاثة أربعة كيف. ناتشورال كيلر، بقى إحنا نعرف الناتشورال كيلر شو يقتل؟ يقتل الخلايا المتغيرة أو الفيروسات السرطانية والفيروسات. أول سطر مهم، هذا كله خريط. اوكي، يعني ما راح اقرا، راح انزل جوا شوف هنا جاب الناتشورال كيلر. شو تعرف على شنو؟ الانفكتد سيل والستريس سيل. على شنو عم تقتلهم؟ لو خليه بيها مرض، لو خليه بعدها هي يعني ردت تموت او بعدها فقدت توازنها، فاحنا نقتلها. زين، شنو هي التفرزة عليها؟ يعني عم تقتل الخليه، تفرز مايكروفاج activated cytokines. هذا اللي هذا المكان هو اللي يدمرها الخلية. بقى زين، او بح
حالة الأدابتوزس يعني بعدها هي عمرها بعد ولا وخلصت كبيرة صارت بالعمر يموتها. زين ياب احنا الالتهابات شنو السبب اللي يخليك اكو التهابات؟ زين عندنا فاكتورات اللي هي ثلاث فاكتورات، الباثوجين الدي يعني اذا مثلا اكو بكتيريا باثوجين، الديميج سيل يعني انك انجرحت مثلا، التوكسيك كومباوند مثلا خليت فد مادة حارقة على جسمك. ايزي عندك نوعين من الكومبوننت. زين عندك السيلولار كومبوننت. السيلولار كومبوننت اللي هي شنو؟ اللي هي الخلايا المناعية الواي بي سي راح تيجي بالمكان الجرح اللي تبلع الشي يسموه الاشياء هذني. زين عندك الاوكسيديتيف كومبوننت. الاوكسيديتيف كومبوننت اللي هي مثل شنو؟ مثل البروتينات. البروتينات مثل شنو؟ مثل الفايبرين والايمونو والانتي بودي. ننزل جوا عندك السيجنال ساين اند سيبتوم. زين احنا نعرف ريدنس سويلينج هيتينج بين، المهم هذني الاسامي موجوده هنا هذول الخمسه. اوكي اخذناها قديما. عندك الستيب ستيب اوف شنو اسمه اوف انفلاميشن ريليز اوف سوليبل مودييتور. اوكي ريليز اوف سوليبل مودييتور مثل شنو المودييتور هنا؟ مثل هيستامين. ان احنا صار مو ماس سيل، الماس سيل داخلها مثل ما ذكرنا فوق اكو هيستامين. الهيستامين راح ينفرز، ايش راح يسوي؟ راح يقوم يصيح خلايا مناعيه. زين هي تنفرز، هاي النقاط السوداء انفرزت راح تطب مجاري الدم، راح تقوم تصيح الخلايا. فازو دايليشن احنا مو صحنا، هذا ايش راح يسوي؟ راح يوسع المكان مال الاورده والتدفق مالتها. اوكي بقى شلون توسع؟ زين انكريز ذا بلاد فلو، من توسع راح يزداد مجرى الدم، راح تمشي الخلايا باسرع تجي. زين فهنا شنو السيروم والبروتين كونتين شنو؟ انفلاماتوري ميدييتور اللي هي السيجنال، راح يدز لك اشاره يصح لك ال ال الواي بي سي. عندك انتي مايكروبال بروتين، اكو فد بروتينات راح تنفرز راح تقضي على هاي البكتيريات. عندك الكيمو اتراكتيف اللي هي اشياء ما ادري شو تسوي كانت هاي امانه، اخر وحده ما اعرف شنو هي. الماجوريشن فاجوسايتوسيس الكيموتاكسين. اوكي هنا شنو راح تيجي؟ المونوسايت والنيتروفيل يجون بمكان الاصابه، يجون يقتلون ال شنو اسمه الباثوجين. وانكريز ذا ماجوريشن ذا جاب بتوين اوف ذا سيل، يعني راح تروح للسد للمكان، تاكل الميكروب وتسد للمكان، تسد هذا الجرح وتلاقمه. زين انه شنو تيشو بيرينج؟ بعدها هي احنا بعد قضينا على كل الميكروبات راح يرجع كل شيء بمكانه، بس شنو راح تصلح المكان مال الجرح مالتنا. شنو الفائدة من الجرح؟ ياب اول فائدة prevent separate of damage، ثاني فائدة clearness of organ or damage material يعني ينظف المكان من الجروح، ثالث شي encourage the repairing يعني بعد يتماثل الشفاء. انت شو تقول؟ prevent separate the damage clear of organ repair of tissue. تنزل جوا عندك الفاجوسايتوسيس. زين اعتقد ينعاد المادة هنا. زين اهم شي انه تاخذ الفيسس مالته اللي هاي النقاط، هاي النقاط لازم تاخذها بالتسلسل. بالبداية نبلعه، اذا بالبداية اكو كيموتاكسين اللي هي اشارات راح ندز له اشارة تعال الزق بينا، يجي ناخذه احنا كأكل عبالنا انه اكل. زين Ingestion of microbe by phagocytosis يعني احنا نبتلع. Formation the phagosome، phagosome هي حوصلة، اذا تباوع phagosome يعني حوصلة بها الميكروب. زين phagosome راح نخليه بي lysosome اللي هو انزيم يقعد يدمر لك الباثوجين.
زين شو راح يصير؟ digest the ingestion of microbe by enzyme اللي هي الخمسة، بعد راح يتفكك، بعدين شنو wasted material راح يصير فضلات ويروح. كومبوننت اذا تريد تجيب درجة عالية اقرا كومبوننت، انا ما راح اقراها، تبع له. زين عندك الفاكشن مال كومبوننت مهم، lysis of bacteria or virus. زين عندنا الاوبيسوزيشن، زين اللي شنو؟ ابتلاع الميكروب، او لا مو ابتلاع الميكروب كله، وانما جزء من الميكروب نبتلعه او ناكله. يعني مثل شايف انت هسه طماطه، انت اخذت عظم من الطماطه، هذا الكومبوننت يسوي، بس ما ياكل الطماطه كلها لا ما ياكلها. زين بنفيت اوف سبيسيفيك كومبوننت ريسبتور، اوكي يعني يرتبط ويا الريسبتورات، على ما تسوي لك التهابات ويسوي لك يعني شغل الخلايا مالتنا. immune clearness remove the immune complex. زين يوخر لك الاشياء المحطمه والاشياء، يعني ورا ما احنا خلصنا مناعه مثلا المواد اللي كنا نستخدمها يجي يشيلها. اوكي انتهت المسألة.